حد تاني عايزين يدخله معانا في الاكل. يلا يا باشا اهو جاهز يا نجم. مساء الفل حبيبي، كل سنه وانتم طيبين يا عمده. مساء الفل يا عمده. ده كلام برضه اسيبه قدامي فيها كده يا عمده. منور الدنيا ويعني حاولنا نجيبك، وكان معانا مين بقى؟ كان معانا وائل جمعه، وكان معانا شادي، وحاولنا نجيبك بس انت عبل ما رديت بقى. لا يا حبيبي معلش، بركات كل سنه وانت طيب يا سيد، كل سنه وانت طيب حبيبي يا عمده. طيب حبيبي طيب. كانوا بيقطعوا فيك تقطيع والله يا عماد دلوقتي، مش عايز اقول لك الخمسه والله مستحيل مستحيل. ده كانوا لسه بيحكوا الموقف بتاعك يا عماد لما اغمى عليك في كاس العالم العسكريه، وجمعه مصمم يحط جزمته في بقك. كان هيموتك يا عماد. كابتن عماد مش هو كابتن عماد، عم النحاس. ايه ده ده مفاجاه، انا كنتش واخد بالي عشان مركبين لي سماعه في ودني مش عارف ايه دي مش سامع. ازيك يا كابتن عماد، ربنا يبارك لك في اولادك وفي صحتك. حبيبي عمرات كل سنه وانت طيب حبيبي يا فندم، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب يا عمده، وايام جميله ودايما بنستمتع بيك وعلى حضورك الكريمه. يلا يا باشا التومه. طبعا احنا طول عمرنا الحمد لله اخوات واصدقاء وزمايل واصحاب، وعشت مع بعض عشره عمر يعني كبيره جدا، والعيال كبرونا يا اسلام. ده لسه بركات بيقول لي الكلمه دي دلوقتي. بيقول لي هو بدر اخباره ايه، ومازن وياسين وسليم؟ قلت له العيال كبرت بقى خلاص، بقى في حته ثانيه. معلش يا عم اسلام بس خلينا معانا شويه. عم عماد بص هوريك الملوخيه اللي هي مخرطه اهو دي ملوخيه ايه اتخرطت. على مؤاخذه يا عم عماد عشان اوريك الملوخيه المخروطه اهو. تتفرج على الملوخيه المخروطه يا عماد؟ والله وحشنا يا فندم والله. ربنا يخليك كابتن عماد، والله سعيد جدا انا معاك، وصراحه انا فرحان جدا النهارده. ده النهارده بالصلاة على النبي، دي ماما ده عيالي قوي. يا عمده يعني عشنا مع بعض ايام جميله جدا. طبعا السنه دي الحقيقه كانت سنه مليئه بالانجازات للنادي الاهلي، والحقيقه مليئه بالانجازات ليك انت شخصيا يعني. والله طبعا استنى، وهنبتدي طبعا بالنادي الاهلي والانجاز الكبير طبعا بطوله افريقيا والكبير في مباراه القرن زي ما بيسموها طبعا، لان المباراه دي ممكن يعني تتاخر كتير عقبال ما تيجي مباراه ثانيه نهائي افريقيا ما بين الاهلي والزمالك. من المباريات اللي هي اتعادت الواحد جدا، وبطوله عايشتنا فتره يعني كانت دايما بتقول من 7 سنين، لكن ممكن تبقى واحده من اقوى مباريات في تاريخ النادي. لان وارد يعني النهارده بعد اكتر من 100 سنه بتلعب مباراه نهائي افريقيا ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك وتفوز بالمباراه، فده من الحياه اللي هي بصراحه يعني اسعدتنا في السنه اللي كانت باينه من اولها لغايه اخر يوم، فيها تعب وفيها وباء ربنا يبعده يا رب عننا، والناس كلها تبقى بخير وبسلامه، والوباء ده يعني يروح والدنيا تمشي مره ثانيه للخير زي ما اتعودنا يعني. لكن احنا على المستوى الشخصي طبعا مع نادي المولين، فانا بحمد ربنا انه طبعا في المركز الرابع بعد غياب فتره كبيره النادي المولين عن اللعب في افريقيا. فده انا بحمد ربنا على المجهود اللي اتبذل في خلال السنتين، وكان ده تكليل لتعبنا في خلال الموسمين اللي فاتوا الحمد لله. وربنا يعيننا ان شاء الله بقى في اللي جاي يعني. حتى البدايه بتاعتنا مع نهايه السنه ما كانتش بدايه موفقه، لكن الحمد لله بننهي السنه 2020 بمكسب الحمد لله مهم بالنسبه لنا على فرقه محترمه طبعا فرقه البنك، ومعايا جهاز فني محترم الكابتن محمد يوسف وعادل مصطفى وكابتن رئيس كمان وبنت كابتن سعيد احمد، ناس تعيش عمر معانا، والكابتن ناصر جهاز فني محترم، وان شاء الله ربنا يكرمهم. كنت حاسس انا عمده، يمكن انا علشان احنا يعني زميل غرفه يعني سنين حبيبي، كنت حاسس حبيبي بفرحتك بالجون الاولاني اللي فات، خصوصا ان هو في الاول اتحسب اوفسايد وبعد كده اتحسب الفار حسبه، فكنت حاسس بفرحتك يعني، كنت حاسس ان والله كان مضغوط يا عمده كده شويه. ضغط وركات صعب ان في حد يجيب من عنده 12 لعيب في بدايه موسم وتبتدي بثلاث خسائر في الدوري، يمكن ما حصلتش من ساعه لما اشتغلت في مجال التدريب على مدار الخمس ست ملوخيه كده اهي. ولكن كانت ظروف صعبه بنعدي بيها، فانا بشكر برضه اللعيبه على الـ على الـ على الـ على الرجوله اللي كانوا عليها امبارح يا باشا، المسؤوليه اللي كانوا فيها امبارح. طبعا مكسب مهم يطلعنا من الحاله اللي احنا فيها، صعب فريق كبير او اي فريق طبعا يجيب منه 12 لعيب مره واحده صعب جدا يعني، لكن انا بقول الحمد لله يعني بدايه، وان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا في اللي جاي طبعا، وربنا يوفقك ان شاء الله في النجم يعني باذن الله.
بص عليا سيد عمل فيا حركه النهارده صعب النهارده والله يا ابني هو على طول كده. طب ما انت عارف من زمان ده الوقت ده بالذات لازم تهرب يا عمده. يسلم يسلم عليا ويقعد بعيد عني بتاع مترين ثلاثه. يلا يا باشا. يا عم كويس انه سلم عليك اصلا، ده ما بيسلمش علينا احنا. عماد انا عاوز اوريك الملوخيه على الهواء. ولا يا عم عماد انا عاوز يا عم عماد انا عاوز منك خدمه تشاركني بس في الملوخيه دي. ماشي يا عم جهاز طلع ملوخيه اهي اتخلطت اهي يا عم بركات. بص اهي بقى يلا يا نجم. ماما اهي ماما اهي في الحل اهي. بص اهي ايوه الله اهي. اروح انا بقلب كده اهو عشان اعمل ملوخيه لعم بركات على الهواء كده. احط الطاجن جنبك يا عم سيد يا عم محمد ستون جنبك عشان اجي لك. وحضر معلقتك اهي احلى ملوخيه. دوت حد يعرف يعمل ملوخيه كده يا عم عماد؟ اهي اهي يا باشا. هنزل بقى بايه بقى يا عم عماد بقى اهي. ايوه اهي اهي المكرونه الاسباجيتي بقى بحمرها شويه على الجريل كده. طيب بحمرها شويه على الجريل. ايوه اهي اهي بدي سنه زيت بسيطه عشان تشتغل كانك بتحمر انت حاجه على الجريل. وانا اخش اعمل سمك عشا زبادي. انت هتعشى زبادي؟ حرام عليك. ملوخيه يا باشا. بقول لك ايه يا عماد البس وتعالى. البس وتعالى والله. اه وهات لنا بقول لك يا عماد وانت جاي هات لنا طقمين جداد ليا انا وسيد علشان ناصر مش هيسيبنا في حاجه. حبيبي يا عم عماد والله بحبك جدا جدا وربنا يبارك لك ويبارك لاولادك. حبيبي يا عم و 2020 النهارده 2021 هنعمل لها تعظيم سلام. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم وعلى الاسره الكريمه وعلى جمهور النادي الاهلي العظيم وعلى النادي الاهلي بيتك كبير. وعلى طبعا اخواتي وحبايبي وزمايلي اسلام وبركات وسيد ودايما موفقين ودايما مطلقين يا اسلام وبالتوفيق يا بركات مع سياده المنتخب ان شاء الله تعمل حاجه كويسه محترمه يا رب باذن الله. وحاول حلم كل المصريين في وصولنا لكاس امم وكاس عالم ان شاء الله. ان شاء الله يا عمده ان شاء الله. تسلم يا حبيبي. تسلم حبيبي يا عمده. حبيبي يا عمده. انت عندك ماتش امتى اللي جاي؟ الاربعاء ان شاء الله في تونس سافرين الحد ان شاء الله. يلا ربنا يكرمك يا عمده ان شاء الله تبقى حاجه جميله كالعاده ودايما بتنورنا وبنفرح بيك وكل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور مصر الحقيقه بنفرح بيك يا عمده. ربنا يبارك فيك حبيبي. كل سنه طيب. كل سنه طبعا مناصر. ربنا يخليك يا عم عماد مشكورك جدا وتحياتي. اجي لك دلوقتي اركب العربيه واجي لك والله العظيم ثلاثه وجريلاتي وحاجتي كلها معايا عشان انت مبسوط ان انت مع كابتن عماد. كابتن عماد كلهم بحبهم كله